السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى، أما بعد، كيف حالكم أيها الطلاب العزيزة من الصف السادس؟ عساكم بخير وصحة وعافية. أيها الطلاب العزيزة، هنيئا لكم في درسكم هذا وفي صفكم هذا. الآن أدرسكم مادة اللغة العربية الورقة الأولى. فأيها الطلاب العزيزة، ماذا درستم في الدرس السابق؟ درستم في الدرس السابق النصوص العربية وترجمتها. وماذا درسنا اليوم؟ درسنا اليوم أيضا النصوص العربية وترجمتها. فأولا نعرف معرفة الدرس: المادة العربية الأولى، الثاني الصف السادس، الدرس العام، الدرس السادس، الدرس الخاص، النصوص العربية وترجمتها. الصفحة 40. وماذا نتائج الدرس من هذا الدرس؟ نتائج الدرس من هذا الدرس الأول: يقدر الطلاب أن يقرأ النصوص العربية صحيحا. الأول: يقدر الطلاب أن يقرأ النصوص العربية صحيحا. والثاني: يقدر الطلاب أن يترجم النصوص العربية. والثالث: يقدر الطلاب أن يجيب الأسئلة عن الأسئلة الناشئة من النص. فأي الطلاب العزيزة، افتحوا كتابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يصوم المسلم في شهر رمضان. يصوم المسلم في شهر رمضان. مسلمان رمضان ماشي روجا راكي. يصوم المسلم في شهر رمضان. مسلمان رمضان ماشي روجا راكي. هذا شهر رمضان. إيها رمضان ماش. هذا شهر رمضان. إيها رمضان ماش. أنا صمت اليوم وأصوم غدا. أمي آج روزا ركيتشي إبن آغامي كال روزا ركبو. أنا صمت اليوم وأصوم غدا. أمي آج روزا ركيتشي إبن آغامي كال روزا ركبو. أختي لا تصوم لأنها صغيرة. أمار بون روزا ركينا কারণ সে ছোট। উখতি লা তাসুমু, উখতি লা তাসুমু লিআন্নাহা সগীরাতুন, আমার বোন রোজা রাখে না কারণ সে ছোট। আম্মু মাজিদিন সাইয়াদুন মাহিরুন। আম্মু মাজিদিন সাইয়ারুন মাহিরুন। মাজিদ عم ماجد صياد ماهر. ماجدের চাচা একজন দক্ষ শিকারী। عم ماجد صياد ماهر. ماجدের চাচা একজন দক্ষ শিকারী। هو يصيد في غابة بعيدة. সে দূরবর্তী একটি বনে শিকার করে।
هو يصيد في غابة بعيدة شيء دوروبرتي একটি বনে শিকার করে قبل اسبوع এক সপ্তাহ পূর্বে صاد ظبيا جميلا সে একটি সুন্দর হরিণ শিকার করেছে قبل اسبوع صاد ظبيا جميلا এক সপ্তাহ পূর্বে সে একটি সুন্দর হরিণ শিকার করেছে قلت لماجد আমি মাজেদকে বললাম قلت لماجد আমি মাজেদকে বললাম يا ماجد হে মাজেদ لماذا تترك الصلاة কেন তুমি নামাজ ছেড়ে দাও لماذا تترك الصلاة কেন তুমি নামাজ ছাড়ো তুব ইলাল্লাহি তুমি আল্লাহর নিকট তওবা করো তুব ইলাল্লাহি তুমি আল্লাহর নিকট তওবা করো ওয়ালা তাতরুকি সালাতা আবাদান এবং কখনো নামাজ ছেড়ে দিও না ওয়ালা তাতরুকি সালাতা আবাদান কখনো নামাজ ছেড়ে দিও না কুলতু লি ফাতিমাতা আমি ফাতিমাকে বললাম يا فاطمة هي فاطمة لماذا تتركين الصلاة كنو تمي نما تشرداو لماذا تتركين الصلاة كنو تمي نما تشرداو توبي إلى الله تمي الله نكر توبة كرو توبي إلى الله تمي الله نكر توبة كرو ولا تترك الصلاة أبدا এবং কখনো নামাজ ছেড়ে দিও না ولا تترك الصلاة أبدا কখনো নামাজ ছেড়ে দিও না أنا أتوب إلى الله আমি আল্লাহর নিকট তওবা করি ولا أترك الصلاة أبدا এবং কখনো নামাজ ছাড়ি না আমি আল্লাহর নিকট তওবা করি এবং কখনো নামাজ ছাড়ি না ওয়ালা আতরুকি সালাতা আবাদান এবং কখনো নামাজ ছাড়ি না আবারও পিছন থেকে বলছি ইয়া ফাতিমাতু হে ফাতেমা লিমাযা তাতরুকিনাস সালাতা কেন তুমি নামাজ ছেড়ে দাও তুবি ইলাল্লাহি তুমি আল্লাহর নিকট তওবা করো ওয়ালা তাতরুকিস সালাতা আবাদান কখনো নামাজ ছাড়বা না أنا أتوب إلى الله أمال أمي الله نكر توبة كرشي ولا أترك الصلاة أبدا أمي كوخنو نماز چربونا ولا أترك الصلاة أبدا كوخنو نماز چربونا لا أنام قبل العشاء أمي إشار پور بي غمينا لا أنام قبل العشاء أمي إشار پور بي غمينا بل أنام بعد العشاء برون إشار پور أمي غمي بل أنام بعد العشاء বরং ইশার পদে আমি ঘুমাই কালাতিল উম্মু লিওয়ালাদিহা মা তার সন্তানকে বলল নাম ইয়া ওয়ালাদি আলাসমিল্লাহি হে আমার ছেলে তুমি আল্লাহর নামে ঘুমাও ফারহানাতু খায়্যাততুন মাহিরাতুন ফারহানা একজন দক্ষ দর্জি ফারহানাতু খায়্যাততুন মাহিরাতুন ফারহানা একজন দক্ষ দর্জি ইয়াতাখিতু সাওবাহা বিয়াদিহা সে তার কাপড় নিজ হাত দ্বারা সেলাই করে ইয়া তাখিতু সাওবাহা বিয়াদিহা সে তার কাপড় নিজ হাত দ্বারা সেলাই করে উখতি খাতাত কামিসি আমার বোন আমার জামা সেলাই করেছে উখতি খাতাত কামিসি আমার বোন আমার জামা সেলাই করেছে আনা আলবাসু আল আনা হাদাল কামিসাল জামিলা আমি এখন এই সুন্দর জামাটি পরিধান করব أنا ألبس الآن هذا القميص الجميل أمي أكون شندر جمعتي بردان كربو يا زينب هي زينب خيتي ثوبك بيدك تمي تمار كابور تمار هاد درا سلي كرو خيتي ثوبك بيدك تمي تمار كابور تمار هاد درا سلي كرو
أيها الطلاب العزيزة، أقرأ مرة النصوص العربية، تقرؤون معي. يصوم المسلم في شهر رمضان، هذا شهر رمضان، أنا صمت اليوم وأصوم غدا، أختي لا تصوم لأنها صغيرة، عم ماجد صياد ماهر، هو يصيد في غابة بعيدة، قبل أسبوع صاد ظبيا جميلا، قلت لماجد: يا ماجد لماذا تترك الصلاة؟ يا ماجد لماذا تترك الصلاة؟ تب إلى الله ولا تترك الصلاة أبدا. قلت لفاطمة: يا فاطمة لماذا تتركين الصلاة؟ توبي إلى الله ولا تتركي الصلاة أبدا. أنا أتوب إلى الله ولا أترك الصلاة أبدا، لا أنام قبل العشاء بل أنام بعد العشاء. قالت الأم لولدها: نم يا ولدي على اسم الله. فرحانة خياطة ماهرة، هي تخيط ثوبها بيدها، أختي خاطت قميصي، أنا ألبس الآن هذا القميص الجميل. يا زينب خيطي ثوبك بيدك. أيها الطلاب العزيزة، أعتقد أنكم قد درستم وقرأتم معي باهتمام، فواجبكم المنزلي أنتم تقرؤون هذا الدرس جيدا وتحفظون ترجمتها، ثم تكتبونه في الكراسة جيدا وأرسلوا إلي. والله وفقكم الله تعالى لقراءة هذا الدرس وحفظه وكتابته. والله الموفق والمعين، وجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.